انت مدريدي لا برشلوني؟ اني اي لو حتى وها راح تكون دبلوماسي. لا انا احب الكره الحلوه يعني. حتى وهاي مزعل احد كان. لا مو متري زعل، مو زعل، بس انت هاي يعني انا اشوف رونالدو ممكن انت ما عندك حب شغف نادي تشجعه تقول هذا انا اشجعه. يعني اميل فتره من فترات ملت فريق برشلونه من كان اكزافي كان نيست اللاعبين نتباوع عليهم تستمتع يعني رونالدو نتباوع عليه تم تستمتع. الكلاسيكو الاخير شجعت من ريال مدريد لا برشلونه؟ لا ملت حقيقه البرشلونه لان اغلب اللاعبين شباب وممكن هم المواسم المقبله راح يكون برشلونه اللي شفناه مع انيستا ممكن يعود بهذا الجيل وهؤلاء اللاعبين انا اعتقد ممكن العوده تكون قريبه لهم. حلو، يعني تشافي قدر يصنع جيل جديد، هو عاش هاي الفترة، لذلك أنا أعتقد أنه نفس المواضيع نفس المواهب بعمر صغير، لكن شفنا المواهب موجودة، ممكن بعد سنتين ثلاثة يكون نفس الجيل اللي ظهر في السنوات السابقة مع غوارديولا، أعتقد أنه راح يكون موجود برشلونة. كمنتخبات عالمية شو تشجع؟ كميل اللعب الحلو يعني انا احب يعني ماكو منتخب محدد. لا برازيل متعونك طبعا. تستمتع من تباوع عليها.